أكلتنا لليوم كفتة بالصينية، إن شاء الله تنال إعجابكم. هلا أنا هون مجهزة كيلو كفتة، كيلو بندورة، 4 حبات بصل. هلا عملت الكفتة بشكل صابيع وصفيتن بأسفل الصينية، مقطع البصل والبندورة بشكل دائري، هلا بصفهم فوق بعضهم. شوفوا معي، هلا من بعد ما ضفنا البصل بدي اضيف البندوره فوقه، ما حطينا لا زيت ولا سمن. هلا هو الاكل ذوق، مثل ما الانسان بيحب يعمل الاكل عذوقه، بس هي لذتها بالبندوره. هلا في ناس بيحطوا لها فلفله خضراء، اولادي ما بيحبوها بالفلفله الخضراء، كل واحد حسب ذوقه، والكل عذوقك والباس عذوق الناس. هيدا الاكل كله بيرجع للذوق وللنفسيه، بس انا بفضل انه هاي الاكل كتير طيبة وخفيفة، بينعمل حدا رز بشعيرية. جربوها واعطوني رأيكم فيها، وهين كتير خاصة للصبايا وللشباب اللي بيكونوا ساكنين لوحدهم او عم يتعلموا، كتير كتير هينة. بحط لها دبس رمان اخر شي، بخلطهم مع مي وبحط لهم بهار وملح، وبكون محمية الفرن على درجة 160. هلا بعد ما تخلص بحطها على الغاز من فوق تقريبا شي نص ساعة، بخليها لتغلي تاخد طعمتها من بعضها، بعدين بدخلها على الفرن، بخفف الفرن فوقها مشان ما يشلط وشها ويصير منظرها منه حلو وطعمها منه طيب. تنشف لان ما نخليها شوي مرقة. هلا بعد 3/4 ساعة بتستوى معنا وبتعطي لونها ونكهتها الطيبة. جربوها واعطوني رأيكم فيها، اكتبوا لي بالتعليقات شو حابين تشوفوا طبخات جديدة، وتقبل الله صيامكم وصيامنا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم في مطبخنا، إلى اللقاء.